الزميل أحمد مؤيد مراسلنا من داخل البرلمان وفي بغداد ينضم إلينا الآن. أهلا بك أحمد، كنت حاضرا في البرلمان اليوم منذ الساعات الأولى، لخص لنا ما حدث هناك. مساء الخير آية، ما حدث اليوم في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو سيناريو متوقع على اعتبار أنه الكتلة الأكبر، الكتلة الصدرية، حالف السيادة وحتى الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلنوا منذ يوم أمس مقاطعتهم لهذه الجلسة، بالتالي حضور 58 نائب من المستقلين وبعض الكتل الأخرى لهذه الجلسة لم يقدم شيء سوى أنه رئاسة البرلمان عقدت جلسة تشاورية وتداولية بين الحاضرين ووجهت من خلالها إلى يعني اختيار لجان نيابية والاجتماع يوم غدا بين النائب الأول لرئيس البرلمان مع رؤساء الكتل لاختيار اللجان وتوزيع النواب على اللجان النيابية. هذا أبرز ما حصل في جلسة اليوم، وكذلك البرلمان اختار مقرر لمجلس النواب. يعني الأجواء وكل ما حدث في جلسة اليوم هو متوقع على اعتبار أنه القوى الفاعلة والحاكمة يعني وموقفها واضح من جلسة اليوم، الكل ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بخصوص المرشح لرئاسة البرلمان السيد هوشيار زيباري، وبالتالي الحديث ربما الذهاب إلى فتح الترشيح وإعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال الشهر، يعني خلال شهر ربما غدا أو بعد غد. المحصلة آية، البرلمان لم يعقد الجلسة، ربما المرشحون 26 لم يقنعوا النواب أو لم يستطيعوا إقناع النواب بالحضور واختيار واحد منهم. يعني حكومة الأغلبية الأغلبية الوطنية ربما يعني نجحت اليوم بكسر النصاب، بالتالي ننتظر قرار رئاسة البرلمان الذي لم يصدر إلى الآن ولم يحدد موعد للجلسة المقبلة، بالتالي قادم الأيام ربما ستكشف ماذا سيحدث. السيناريو الأقرب هو إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مع التأكيد بأن كل المرشحين الموجودين في هذه القائمة التي يعني صادق عليها البرلمان يمكنهم إعادة الترشيح من جديد بعد أن تدقق الأسماء لدى هيئة النزاهة والجهات المعنية آية. نعم، شكرا لك أحمد مؤيد مراسلنا في بغداد.